مصر انضم الينا الباحث في جامعه حيفا والخبير في الشان الاسرائيلي استاذ محمود يزبك. مساء الخير استاذ محمود. اسالك من الخبر الذي انتهينا منه الان وهو قرار مجلس الامن، في قراءتك هل يتماشى ذلك مع ما كانت تريد اسرائيل تماما تحقيقه او ان يحدث في تلك الجلسه، بناء طبعا على الموقف الامريكي والفيتو الامريكي الذي يتماهى كما هو واضح وليس خفيا حتى اللحظه تماما مع الموقف الاسرائيلي؟ يعني واضح أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن والامتناع الأمريكي في هذا التصويت هو يعني لا يظهر أنه فيه يعني شيء يغير المعادلات على الأرض. والشيء المهم بالنسبة لقطاع غزة طبعا هو الشيء الأساسي هو وقف إطلاق النار، وقف الحرب، لكن هذا طبعا لم يتطرق له القرار أبدا، وكل ما تطرق له انه يعني ادخال المساعدات وكذا. حتى يعني في داخل هذا القراءة النص يعني لا يبدو انه هنالك آلية واضحة لفرض ادخال المساعدات، ولكن يعني الآلية هي جدا فضفاضة وتضح لإسرائيل يعني على ما يبدو يعني إمكانية للسيطرة على القرار وكيفية إدخال هذه المساعدات، بمعنى أنه في النهاية يعني المفاوضات التي حصلت على خلال قبل التصويت على القرار الأيام التي سبقت أدت إلى تفريغ القرار من مضمونه العام، يعني ليس أكثر وليس أقل من هذا. نعم. طيب، إذا تفريغ القرار من مضمونه وأيضا الآلية التي تحدثت عنها، هناك نقطة أيضا مهمة جدا وهي ضرورة مراقبة المساعدات الداخلية إلى قطاع غزة طبعا من قبل إسرائيل. هنا يطرح سؤال، هل فعلا تشك إسرائيل بأن الأمم المتحدة إن أشرفت على إدخال هذه المساعدات قد تتغاضى أو تشارك في تهريب أي شيء إلى قطاع غزة قد يستخدم من قبل المقاومة؟ القضية يعني طبعا ليس فقط قضية المراقبة أنه يعني هل فيها أمور أمنية أم غير أمنية، ولكن هنالك قضية التحكم في هذا القرار وفي المساعدات نفسها، أي نوع من المساعدات والكميات وكيف يتم إدخالها، بمعنى أنه في النهاية الأمم المتحدة تصبح طرفا ثانويا في قضية إدخال المساعدات والمراقبة وتيسير وتسهيل قضية المساعدات، ويبقى الحاجز الأمن الإسرائيلي هو الأهم في هذه القضية، بمعنى أنه هذا القرار بالنهاية يعني أعطى حق التسهيل أو عدم تسهيل الدخول لإسرائيل، وما الفائدة من كل ذلك؟ يعني واضح أنه يعني إسرائيل قبل حتى هذا القرار كانت تتحدث على أنه يجب إدخال مساعدات إنسانية من أجل استمرار الحرب، لأنه عدم يعني إدخال المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى أمراض وإلى يعني أوبئة، وهذا طبعا سيثير العالم أكثر ضدها. نعم. وهي مستفيد أنه يعني يكون هنالك مساعدات إنسانية وتستمر بقتل الأطفال الرضع والشيوخ والنساء وباقي الناس. قد تكون الصورة إلى تصريحات الإسرائيلية أيضا من بينها ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي من أن إسرائيل تشك فعليا في الأمم المتحدة في مسألة إدخال المساعدات. لا أعلم إن كانت هذه التصريحات وهذا التشكيك هو حقيقي فعلا أم هو محاولة دبلوماسية إسرائيلية وسياسية للانتقاص أو التشكيك في مصداقية الأمم المتحدة حتى تسوغ لنفسها كنتيجة وكنهاية التنصل من أي قرارات صادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ هذا يعني ما تفضلت به هذا يعني واقع، وهذا هو مضمون الكلام، هذا هو الشيء الأساسي. ويعني حتى في النهاية وزير الخارجية الإسرائيلي مثل ما نعرف جميعا يعني هو وزير خارجية صوري لا قيمة له من ناحية القرارات في إسرائيل، القرارات يتخذها مجلس الحرب الإسرائيلي حتى في هذه القضية، ولذلك الموقف الإسرائيلي بالمجلس الأمن أنه يعني حتى من سكرتير عام الأمم المتحدة سيد جوتريتش الموقف الإسرائيلي هنالك من وصفه بأنه أنتسيميتك، يعني هذا الشخص إلى هذه الدرجة. فإسرائيل يعني تضع نفسها فوق القانون الدولي وفوق قانون مجلس الأمن بسبب واحد بسيط، لأنه في هنالك قوة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمها دعما كاملا، مما يتيح
لإسرائيل أن تستهزئ وتستهتر بقوانين وبقرارات مجلس الأمن. وهنالك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تخص إسرائيل يعني منذ عام 67 وحتى اليوم ولم ينفذ منها ولو مليمتر واحد. وأضف إلى ذلك عشرات قرارات الأمم المتحدة المختلفة، الجمعية العامة وغيرها، وإسرائيل لم تلتفت لها. ليس لأنها فوق يعني أقوى من القانون، فقط لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدد بحقوق الإنسان والحفاظ على الأمم المتحدة هي التي تدعمها في أن تظهر نفسها إسرائيل بأنها فوق هذا القانون العالمي والدولي. ولذلك يعني إسرائيل في قضايا معينة تطالب بتطبيق قوانين مجلس الأمن مثل قانون 1701 مثلا في لبنان، بينما كل ما يتعلق بإسرائيل هي لا تلتفت إليه. ولذلك هنا في يعني واضح أنه في القانون العالمي أصبح فيه معيارين، معيار واحد يخص العالم ومعيار آخر يخص إسرائيل نفسها، مما يعني يجعل هذا القانون الدولي أضحوكة يعني عند الناس، عند الشعوب. ولذلك لا ثقة الشعوب الآن بهذه القوانين وبهذه القرارات التي يعني لا تغني ولا تسمن.